كل سنة حضراتكم طيبين، ناس بتعيد القيامة. نفسي النهاردة أتكلم معاكم أكتر إنه عن الصليب. إحنا بنحتفل كلنا الأيام دي بعيد القيامة، والنهاردة عيد القيامة بالنسبة لنا مش مجرد عيد، لكن مجرد حدث حقيقي بيحدث كل يوم في حياتنا. العهد القديم كله بيتكلم عن حياة الرب يسوع من أول الولادة لحد الصلب لحد القيامة. النهاردة نفسي أتأمل معاكم شوية في آية صغيرة قوي بس مهمة جدا في مزمور 22 وعدد 16. عدد 16 بيقول الكلمات الجميلة دي قوي: لأن قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني. من هنا ابتدي أركز معاكم: ثقبوا يدي ورجلي. هنا داود بيتكلم ثقبوا يدي ورجلي. احنا كلنا عارفين داود عمره ما اتصلب، عمره ما ايديه اتثقبت ورجليه، لكن هنا كانت نبوة صريحة جدا عن الرب يسوع. وانا بتأمل في الكلمات دي فانا معايا قوي ان الرب يسوع اختار الطريق ده، اختار الطريق ان هو يتثقب ايديه ورجليه، اختار طريق ورحلة الصليب علشاني وعلشانك، علشان يقولك رسالة واضحة بس ان انا بحبك جدا. انا بتخيل كده منظر الصليب، هو الرب يسوع بيتصلب، بيفتح ايديه وهو بيتصلب، كأنه حتى وانا بتألم بقولك انا بفتح ايدي ليك، بفتح حضني ليك، بقولك تعالى النهاردة مهما كان تعبك، مهما كان خطاياك، مهما كانت ظروفك، انا فاتح ايديا ليك علشان اقولك انا جاي ادفع الثمن بالكامل علشانك. انت مش محتاج تقدم اي حاجة، لان الثمن اللي دفعته ما كانش حد غيري ينفع يدفعه، لكن انا جاي النهاردة اقولك حاجة واحدة بس: انا بحبك وان ليك عندي مكان، وايديا ورجليا مسكوبة دي عشانك انت. انا بتألم على الصليب عشان ادفع مكانك الثمن اللي ما كانش حد ينفع يدفعه. اشكرك وصحبك طيبين.